ثانية خلونا نعرف آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي واللي هتعرفنا كل التفاصيل دي هي زميلتنا العزيزة نورهان طمان وهي متواجدة حاليا في النادي الأهلي بالجزيرة. نورهان صباح الفل عليك اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما قلت يا كريم وزي ما عودناكم احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة عشان نطلعكم على أبرز وأهم أخبار النادي وكمان نقول لكم عن نقول لكم الأجواء في الساعات الأولى من صباح اليوم. وزي ما طبعا احنا متعودين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأبواب طبعا بيتم فتحها لاستقبال الأعضاء ويمكن في حضور يعني بشكل كبير النهارده في الساعات الاولى من صباح اليوم على الرغم النهارده يمكن حتى مش يوم اجازه، ولكن طبعا في العديد من الاعضاء بيحبوا يكونوا متواجدين في الساعات الاولى من صباح اليوم من داخل مقر النادي. اما بقى على مستوى الفريق الاول لكره القدم فطبعا احنا نبارك للفريق الاول على طبعا الانجازات اللي بيحققها بعد ما طبعا حقق اللقب رقم 43 في بطوله الدوري والفوز امس على المقاولون والفوز الكبير والعريض طبعا بنفس النتيجه يمكن اللي كانت امام الغريم التقليدي نادي الزمالك في المباراه اللي كانت في الجوله الماضيه. كمان خلينا نقول لكم انه يمكن الاجواء كلها الحمد لله هنا في النادي بعد الفوز اجواء كلها بهجه واجواء كلها تفاؤل بما هو قادم مع مستر كولر، مش بس في طبعا الارقام القياسيه اللي منتظره ان هو يحققها يمكن في بطوله الدوري اللي لسه طبعا النادي الاهلي ليه مباريات مؤجله فيها، ولكن يمكن كمان زي ما عودناكم بنحب طول الوقت نتكلم مع الأعضاء هنا ونشوف هم اهتماماتهم ايه ورأيهم ايه فيما يخص تحديدا طبعا الفريق الأول لكرة القدم. وزي ما قلت لكم حالة من التفاؤل والبهجة بما يقدمه الفريق الأول طبعا على مستوى سواء على المستوى المحلي او طبعا القاري. كمان خليني اقول لكم انه يمكن تواصلنا مع دكتور احمد ابو عبله طبعا طبيب الفريق فيما يخص طبعا محمد الشناوي زي ما شفنا انه خرج في الدقائق الاخيره من مباراه امس، كنا عايزين نطمن طبعا على قائد النادي الاهلي طبعا محمد الشناوي. والحقيقه انه طبعا دكتور ابو عبله طمنا على نجمنا نجم محمد الشناوي وعلى مدى حجم اصابته وقال لنا طبعا وخص قناه الاهلي بهذا التصريح انه محمد الشناوي بيعاني فقط من بعض الالام العضليه والنهارده هيتم اجراء اشعه لتحديد حجم اصابته، ولكن اكد لي ان التشخيص المبدئي للاعب انه بعض الالام العضليه فقط وانه اللاعب هيكون جاهز في اي وقت طبعا الجهاز الفني اذا حب يشركه في المباريات المقبله. وطبعا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي طبعا هيواجه حرس الحدود يوم الاربعاء المقبل على استاد القاهره في الثامنه والنصف مساء. طبعا كل الامنيات القلبيه لفريق النادي الاهلي ان هو يستمر على الارقام القياسيه اللي بيحققها حتى بعد ما طبعا حققنا لقب بطوله الدوري. كمان يمكن النهارده كل اللاعبين اللي شاركوا في مباراه امس هيخوضوا تدريبات استشفائيه طبعا مع الجهاز الفني وهيكون في جلسات خاصه مع اللاعبين. واذا يمكن شفنا امبارح مستر كولر اتكلم عن سياسه التدوير جوه الفريق وقال ان هو ما عندوش لعيب اساسي وما عندوش لعيب احتياطي، يمكن ده تصريح مكرر لمستر كولر في جميع طبعا مؤتمراته الصحفيه عقب المباريات اللي احنا طبعا الحمد لله بنشوفها وبنشوف قد ايه الفريق الاول كل اللاعبين اتطوروا، كل اللاعبين بيسجلوا، كل اللاعبين متواجدين بشكل ما او باخر مع الفريق سواء كان على الصعيد الاساسي او الاحتياطي. كمان خليني اقول لكم انه يمكن طبعا بعيدا بقى عن الفريق الاول رحنا للالعاب الاخرى ورحنا لكره اليد، والنهارده في تدريب للفريق الاول لكره اليد رجال. وصلنا بقى طبعا مع الجهاز الفني ودي يمكن رابع تدريب للفريق استعدادا للموسم الجديد، وكان لينا بعض الاحاديث مع مستر ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق ان هو ممكن سعيد بان هو الموسم الجديد لانه طبعا انضم للنادي الاهلي وانضم للجهاز الفني والاهلي تعاقد طبعا معاه في منتصف السيزون او منتصف الموسم الماضي، ولكن قدر طبعا مستر ديفيد ان هو يحقق ارقام قياسيه ايضا وحقق بطولات على مستوى طبعا كره اليد شفناها كلنا وشفنا قد ايه النادي الاهلي بيحقق يعني على جميع المستويات سواء الالعاب الجماعيه او الفرديه موسم اعجازي للنادي الاهلي على
جميع الأصعدة. والحقيقة أنه ده يحسب طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيقدم كل سبل الراحة وكل الإمكانيات سواء المادية أو طبعا الفنية لجميع الأجهزة الرياضية سواء كان على مستوى كرة القدم أو اليد أو كرة الطائرة أو الباسكت، كل الألعاب الجمعية وأيضا الفردية. شفنا طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي بيدعمهم إزاي وبيساندهم إزاي، وكل التدعيمات المطلوبة بيقدر مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل كبير جدا إن هو يوفرها. وعلى ذكر بقى مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى ذكر الإنجازات، يمكن طبعا إحنا شهدنا أو يعني رصدنا حالة من يعني الاهتمام الكبير جدا من قبل أعضاء هنا النادي بنادي بالمنتجع السياحي اللي افتتح طبعا مؤخرا في مارينا. يمكن إحنا تواصلنا أيضا مع المسؤولين عن هذا المنتجع وقال انه يمكن في يعني طلبات كتيرة جدا جدا من قبل الأعضاء هنا إن هم عايزين يروحوا وعايزين يشوفوا منتجع النادي الأهلي في مارينا. وده طبعا بالتزامن مع طبعا مهرجان العالمين الجديد اللي طبعا الحدث المشرف اللي بتشهده مصر واللي طبعا احنا متابعينه على مدار الأيام الماضية، وقد إيه يعني المهرجان بيؤتي بثماره في طبعا على الصعيد السياحة وعلى النشاط السياحي بشكل عام في مصر في طبعا السنوات الأخيرة. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة نورهان طمان على هذه التغطية المتميزة. شكرا لك يا نورهان.